نشر موقع تركيا الآن عدد من التقارير حول الأوضاع في تركيا والمحيط الإقليمي، كان أبرزها عن تطورات الصراع في شرق المتوسط ودعوة اليونان للاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات قاسية على تركيا، وتحذير الولايات المتحدة الأمريكية لتركيا من علاقتها مع حركة حماس الفلسطينية. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التواصل مع قادة حركة حماس لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي، ويضر بمصالح الشعب الفلسطيني، ويقوض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية التي تنطلق من غزة، معربة عن مخاوفها بشأن علاقة الحكومة التركية بحركة حماس على أعلى المستويات، خاصة بعد لقاء أردوغان مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وسط تكتم من الرئاسة التركية بشأن تفاصيل الزيارة المفاجئة. وحذر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس من اللعب بالنار في شرق المتوسط، جاء ذلك خلال لقائه بنظيره اليوناني نيكوس دانديس، حيث أكد اليوناني أن بلاده سوف تدافع عن حقوقها السيادية في منطقة المتوسط باسم القانون، بينما حذر ماس من تصعيد التوترات بالمنطقة ووصف الصدام بين تركيا واليونان باللعب بالنار. وقال دانديس خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الألماني من شأن محاولة تهدئة التوتر، قال إن الكثيرين يوصون بالحوار ولكن لا حوار في ظل التهديد بالسلاح، مشددا على وجود استفزازات جديدة بالمنطقة، وأن هذه السلوكيات والتحركات تقوض الاستقرار وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أن الوضع في شرق البحر المتوسط يهم الاتحاد الأوروبي بأكمله، وشدد على أن المكتسبات الأوروبية تحتاج إلى دفاع قوي، داعيا في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات على تركيا في الاجتماع غير الرسمي المقبل لوزراء خارجية الاتحاد. من جانبه دعا ماس إلى وقف فوري لجميع الاستفزازات في المنطقة، وأضاف أن أدنى شرارة في شرق المتوسط يمكن أن تسبب في كارثة كبرى، وأن التوتر المتزايد بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط يشبه اللعب بالنار وليس في مصلحة أحد. ورغم التحذيرات الدولية لتركيا حول أفعالها وسلوكها الغير القانوني مع دول الاتحاد الأوروبي وفي المتوسط، إلا أنها تواصل انتهاكاتها وجرائمها، وذلك لتحقيق أطماعها.